بالنسبة للداتا كومبريشن ايش معناها؟ معناها انا بدي اضغط الداتا، لما انا احكي بدي اضغط الداتا ايش معناها؟ اني ابدا امثلها بطريقة بحيث انه يصير تمثيلها بعدد اقل من البيتس. هلا بالنسبة للترانسميتر في عندي 3 فانكشنز ممكن تصير فيها، اللي هي اللي بتحسن لي نوع الترانسميشن. انا كنت احكي ترانسميتر وريسيفر وشانل. هلا بالترانسميتر أول شغلة عندي السورس، بطلع عندي بت ستريم. عاد في عندي بلوك اسمه السورس انكودر. السورس انكودر عمله إنه بيعمل لي كومبريشن للداتا. السورس انكودر بيعمل لي كومبريشن للداتا. فأنا أول تحسين عملته إنه أنا البت ستريم with uncontrolled redundancy، يعني فيه معلومات يعني بتس زيادة غير أنا مش مسيطر عليها بتمثل لي الداتا، عملت لها استخدمت السورس انكودينج عشان أعمل كومبريشن، طلعت الكومبريست بس ستريم. هلا البلوك الثاني الزيادة اسمه تشانل انكودر. التشانل انكودر مسؤول عن الايرور كنترول. الايرور كنترول بحيث انه انا اذا صار عندي اي ايرور خلال عملية الترانزميشن يقدر جهاز الديموديليتر أو الريسيفر يعمل ديتكشن أو كوركشن للإيرور حسب الإيرور كوركشن اللي أنا مستخدمه. هلأ بنراجع للراندوم variables. عندي الراندوم variables مثلا عندي احتمالات. طبعا إحنا بنحكي احتمالات ليش؟ لأن أنا بحكي عندي المسج، مش شرط المسج تتكرر، في عندي احتماليات لمسجات معينة تصير، بس مش شرط إنه نفس المسج تتكرر بنفس الوقت. عشان هيك أنا أصلا عندي عملية الكوميونيكيشن. example مثلا عندي rolling dice اللي هي حجر النرد، رمي حجر النرد. الاحتمالات الموجودة عندي ممكن تكون الأرقام من 1 لـ6. احتمالية كل حدث فيهم هي سدس لأنهم متساويين الأحداث. flipping a coin اللي هي رمي قطعة النقد اللي هي حاجة صورة أو كتابة heads or tails، الـ probability لكل واحدة فيهم متساوية نص. هلا أنا كيف بحسب الـ probability؟ مثلا حكيت لك إيش احتمالية إنه يطلع معي الرقم 3، تحكي كلياتهم 6، احتمالية الثلاث هي 1 من 6. نفس الشيء بالنسبة لـ heads and tails، كل أحداث عندهم 2، احتمالية الـ heads هو 1 من 2، حدث من حدثين. ونفس الشيء بالنسبة للتيلز. هلا في عندي الانفورميشن. ايش يعني انفورميشن؟ انفورميشن this is الداتا اليوزر ما كان يعرفها قبل communicating مع السورس. يعني انا اذا وديت لك معلومه وانا انت اصلا معروفه بالنسبه لك المعلومه، فهذه لا تعتبر انفورميشن. اذا انا بعثت داتا وكانت هاي الداتا معروفة بالنسبة لك فهي ما تعتبر information، يعني ما أعطتك knowledge جديدة، ما أعطتني knowledge جديدة. هلا إذا المسج معروفة بالنسبة لليوزر then it contains no information. يعني إذا أنا بعرف الداتا اللي أنت بعت لي إياها إنك إيش رح تبعت لي 100%، فما في information بالنسبة لي. هلا كل ما تقل احتمالية الحدث أو المسج اللي أنت بتبعت لي فيها معناها فيها information أعلى. يعني كل ما تصير المعلومة أندر بكون فيها information أعلى. هلأ شانل information content theory تحكي لك إنه information content، كمية information موجودة بأي مسج هي ناقص لوغاريتم ال p. p اللي هي إيش؟ ال probability تاعت الحدث، أو لوج 2 1 على p، شلت الناقص لوج 2 1 على p. الانفورميشن كونتنت الموجودة في أي مسج أو أي حدث موجود عندي حسب احتمالية حصوله، هي عبارة عن ماينس لوج 2 p حسب شانل انفورميشن ثيوري، أو لوج 2 1 على p. هلا لوج 2 مش موجودة عندنا على الكالكوليتر، كيف نحسبها؟ بنحسبها عن طريق لين الإكس على لين 2. لوج 2 الاكس يساوي لين الاكس تقسيم لين 2. مثلا اذا حكيت لك ايش الانفورميشن موجود اذا عندي مسج البروبابيلتي الها تساوي نص،
ايش information content؟ شنو information content؟ تحكي لي هو log 2 لا 2 اللي هي 1 على نص يساوي 1. ليش 1 بت؟ طبعا هاي بتنحسب بالبت. اوكي ليش 1؟ تحكي 2 قوة ايش يساوي 2 و1، فبطلع الجواب عندي 1. مثلا حكيت لك probability لحدث يساوي 100، فبتحكي شنن information content هي عبارة عن log 2 لا الواحد، 1 على 1 1. شو تحكي 2 قوة ايش يساوي 1؟ تحكي 2 قوة 0 يساوي 1. معناها الانفورميشن كنت ايش فيها؟ 0. هذا اللي كنا نحكي، اذا الحدث انا بعرفه معناها احتمالية حصوله 100%. الانفورميشن اللي وصلتني بما انك انت بتبعت لي شيء انا بعرفه عبارة عن 0، ما وصلني اي ما فيها اي انفورميشن كونتنت. Example coin tossing اللي هي رمي حجر النرد. الأحداث اللي ممكن تصير عندنا اللي هي الheads and tails، احتمالية الheads نص والtails نص. إيش content فيهم؟ الheads حكينا log 2 للواحد على p، اللي هي نفس اللي حليناها قبل شوي log هيها الاس. عشان الانفورميشن كونتنت يساوي log 2 اللي هي لا 2 هي 1 على النص يساوي قداش؟ 1 بالنسبة للهيدز والتيلز نفس الشيء. هلا عندي مثلا is it my birthday؟ ايش عندي احتمالها؟ يا اما رح تحكي لي yes او no. هلا ايش احتمالات ان اليوم بيكون عيد ميلادي؟ 1 من 365 يوم بالسنة. أو الاحتمال الثاني اللي هي إيش؟ 364، يعني 364 يوم بالسنة. على إيش الانفورميشن كونتنت؟ الاحتمال الأكبر إنه ما بيكون عيد ميلاد، معناها إيش الانفورميشن راح تكون فيها أقل. والاحتمال هي الأقل إنه يكون عيد ميلاد، فراح يكون فيها انفورميشن كونتنت أعلى. بطبق على الآلة الحاسبة، بحكي لن لوج مثلاً 2 365 اللي هي 1 على P، مش موجود عندنا حكينا، عبارة عن لن ال X على لوج على لن ال 2. احكي لنا 365 تقسيم لن الاثنين بطلع معي القيمة. نفس الشيء بالنسبة للثاني. هلا are you a student؟ انت راح تجاوبني yes، واحتمالية حصول حدث 1. حكينا اللي هي log 2 للواحد. بسأل حالي ايش الرقم اللي انا بقناك وايش يساوي 0؟ تحكيلي 2 قوة يساوي 1، تحكيلي 2 قوة 0 يساوي 1، معناها ايش راح يكون عندي الجواب هون؟ 0. Unlikely outcomes gives more information، يعني اي شغلة بتصير اكثر بتعطيني معلومات اقل. المعلومة كل ما تصير معلومة under بتعطيني more information. هلا الانتروبي هي المعدل للانفورميشن كونتنت لكل المسجات، الافرج لهم. الانتروبي اللي هي الافرج انفورميشن كونتنت from a particular source، the average information gained by knowing its value. انتروبي الاتش هي عباره عن سم بي جي البروبابيلتي ضرب الانفورميشن الموجوده، البروبابيلتي ضرب الانفورميشن الموجوده هي ناقص بي جي لوج البي جي، او ناقص بي جي لوج الواحد على بي جي. يعني بدي اوجد الانفورميشن اضربها في البروبابيلتي لها، اضرب واجمع.
هلا الانتروبي هي عبارة تبين لي قديش السورس predictable، قديش متوقع السورس هاي اعرفه. كل ما تزيد عندي الانتروبي بقل البريدكشن، او كل ما تزيد، كل ما كان السورس عندي اكثر predictable بكون الانتروبي عندي اقل. يعني بحكي لك اتش يساوي مثلا قيمته 2، اتش هاي السورس، وسورس ثاني H2 يساوي 4، بحكي لك مين المور predictable، بتحكي لي هاد مور predictable، هذا مور predictable. حكينا كل ما تقل عندي الانتروبي تناسب عكسي بزيد الـ predictability للسورس. هلا نفترض عندي السورس بضل بعت لي الأشكال اللي هم هدول، كل واحد لهم احتمالية، لازم يعطيني احتمالية نص ربع وثمن وثمن، بحكي لك احسب لي الانتروبي. الانتروبي حكينا هي عبارة عن sum في جي لوج البي جي في الناقص. هلا واحد هاي نص الانفورميشن فيها، واحد الربع اثنين الثمن ثلاث والثمن ثلاث، كيف بدي أحسبهم كل واحدة فيهم؟ حكينا H ال SIC تساوي log واحد على P. واحدة فيهم إيش رح تكون؟ log الاثنين اللي هي واحد على نص، معناها ال I إيش تساوي عندي؟ لوج الاثنين للاثنين، اثنين قوة واحد معناها رح يطلع واحد. بعدين عندي هاي الشكل الموجود الأحمر، الشكل الثاني لوج الأربعة هي عبارة عن إيش؟ اثنين تربيع، معناها الـ I إيش يساوي عندي؟ اثنين. بعدين عندي لوج الواحد على واحدة ثمانية اللي هي ثمانية، اثنين قوة ثلاث ثمانية، معناها الـ I إيش يساوي عندي؟ ثلاث. هاي وجدت الـ I بكل واحدة فيهم، معناها النص قديش كانت عندي؟ واحد. بضرب كل واحدة بالاحتمالية المقابلة إلها، واحد اللي هي information content ضرب النص ناقص log pj اللي هي ال SIC information content. بعدين عندي الربع فيها 2 bits والثمن 3 والثمن كمان 3، بيطلع 1.75 bits اللي هي ايش؟ ال average information content. ال average information content ال entropy هي اقل شيء انا ممكن احصل اعمل compression للsource عندي، اقل عدد بتس ممكن أعمل فيها compression من غير ما أخسر أي data اللي هي الانتروبي أو الاتش. هلا الـ average information rate اللي هي عدد المسجات per unit time ضرب الانتروبي. مثلا حكى لك الشكل الماضي الـ example بتطلع 100 شكل بالثانية، 100 شكل بالثانية معناها الـ average information rate قديش؟ أنا طلعت الجواب 1.75 100 شكل per second، معناها إيش رح يطلع جواب؟ bit per second، هذه جوابها bit، وهذه 100 shapes per second رح يطلع عندي 100 per second. هلا شانلز فير ثيري، وشانل اللي هو information theory اشتغل فيها. Information rate represents a lower limit on how many binary digits are needed to on the average to represent the information flowing from the source. اللي احنا حكينا انه information rate، لاحظ information rate على ايش بتعتمد؟ على الانتروبي. الانتروبي حكينا اكثر اشي بقدر اعمل compression اللي هو ايش؟ للسورس اللي هو الانتروبي. هون بحكي لك information rate represents قل هي الار، هي بتعتمد على إيش؟ على
الاتش على الانتروبي بتحكي لك هي اقل ليميت على عدد البيتس بير اللي هي needed on the average عشان انا اتحكم بالانفورميشن فلو من السورس. هلا نشوف اكزامبل عليها. عندي سورس الباندويث الى 4000 هرتز السامبلت ات نايكوست ريت، يعني الاف اس قديش رح يصير عندي؟ 8000 عينة بالثانية. Okay. Assuming the resulting sequence can be modeled with alphabet. Alphabet اللي هي نحكي عنهم الالفابت اللي هي المسجز اللي بتطلع من السورس. رح يطلع قيم يا اما ناقص 2 يا اما ناقص 1 0 1 و 2 بالاحتماليات التالية. لاحظوا هذول طلعوا عندي من ايش؟ من الكوانتايزيشن الليفلز اللي طلعت عندي. مسجات ايش ممكن يبعث؟ ممكن يبعث يا اما ناقص 2 او ناقص 1 او 0 او 1 و 2. واحتماليات اصولهم اول واحد ناقص 2 قديش؟ نص. بعدين عندي ناقص 1 8 وربع 1 على 16 1 على 16. Determine the rate of the source اللي هي ال R. ال R ايش يساوي؟ حكينا ال H ضرب عدد الـ per second اللي احنا اللي هو ايش عم ببعث انا هاي حالة اللي هي الـ FS هرتز. هرتز حكينا ايش معناها 8000 sample per second. هلا ايش حكينا بالنسبة للانتروبي هي عبارة عن الـ average information content النص اللي هي log الاثنين رح نضرب نص ضرب log الاثنين زائد 8 ضرب لوج 8 زائد ربع ضرب لوج 4 زائد 1 على 16 في لوج 16 زائد 1 على 16 في لوج 16 نص في لوج 2. 2 حكينا هي عبارة عن 2 قوة 1. راح يطلع ايش الجواب عندي؟ نص ضرب 1 زائد 8 في لوج 8 لوج 8 اللي هي 8 حكينا هي 2 2 قوة 3 زائد 8 ضرب 3 زائد ربع لوج 4 4 هي 2 تربيع ضرب 2 زائد 1 على 16 ضرب 16 كانت 2 قوة 4 ضرب 4 زائد 1 على 16 ضرب كمان 4 بطلع معي الـ H يساوي 1 على 7 8 بت بير سكند الـ average. الـ R حكينا H ضرب FS. الـ FS حكالك sampled at the Nyquist rate أعلى frequency component عندنا هون W إيش يساوي 4000 نايكوست ريت يساوي 2 W فهي تساوي 1 طلعت معي الـ H ضرب 8000 ل 15 كيلوبت بير سكند الـ average يعني كـ average على الاحتمالات والمسجات اللي أنت معطيني إياها رح أضطر إني أبقى وعلى sampling frequency عندك 8000 رح تبعت 15000 بت بالثانية رحين بعد 15000 بت بالثانية. الآن حكينا الانتروبي for source gives a bound on the rate at which a source can be compressed. إذا أنا طلعت compression algorithm أقل من الانتروبي معناها بيكون في عندي loss of data. Rates above entropy are possible to design. Rates below entropy doesn't exist. إذا طلع معك أي ريت أقل من الانتروبي معناها في عندك مشكلة. هلا نشوف كمان example. Assume the possible outputs of an information source A, B, C, D, E. The probabilities إلهم نص 8 ربع 16 1 على 16 and consider the following codes. Study each of the codes and determine which is the best. أي واحد أحسن. هلا خلينا نشوف أي واحد من هدول الكودز أحسن من الثاني. عندي المسجات هاي هم طالعين من السورس مع الاحتمالات.
هلا على أي أساس أنا بحدد أيها أفضل؟ على حسب اللي هي الـ average code word length، قديش الـ L prime إلها. هلا أنا بحكي إيه هون عندي نص ثمن ربع، 1/16، 1/16. ربع طبعا لازم يكون مجموع الاحتمالات عندي 1 على 16، 1 على 16. بطلع على هذا الكود، بدي أحسب الأفرج إله. كيف بدي أحسب الأفرج إله؟ بحكي عندي المسج A، letter A نص، كم عدد بس أنا احتجت لأمثلها؟ 1. هيك بحسب الأفرج كود word length، زائد هذه فيها بتين مضروبة في 8، كمان في 2، زائد ربع ضرب كم بتين هون 3، زائد 1/16 في 4، زائد 1/16 في 5. هاد وهاد نفس الطول رح يكونوا عنا. الكود فور قديش الأفرج إله رح يكون؟ هذا الكود وورد اللي هو دايركت باينري كود، حطيت الأرقام فيه 0 1 2 3، اخترت الثالث اللي هي 3 bits. هلأ الأفضل كود، خلينا نشوف، نحسب نشوف أي أقصر واحد فيهم من ناحية الكمبريشن بيكون أحسن. إذا الـ L برايم إله أقل إشي بيكون أحسن. هلأ بالنسبة لكود 1، أنا لما أطلع بيكون بعت مسج ورا مسج. كود 1 نحكي عنه self synchronizing كود. ليش؟ لأنه بينتهي عندي بالواحد، فأنا لما أشوف عندي واحد بعرف إنه هاي المسج خلصت. يعني لو أنا إجاني 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1، هذا نحكي عنه self punctuating أو self synchronizing. ليش؟ لأنه الواحد عندي بتكون نهاية كل word، فأنا بمجرد ما أشوف واحد بحكي إيش عندي خلصت. فهاي هاي المسجات بحكي هاي عبارة عن A 0 1 هي ال B، هي ال C، A B و C على طول بقدر أميزهم. ليش؟ لأنه هذا self synchronizing، نهاية كل كود وورد عندي واحد. هذا self synchronizing، بس إيش مشكلة إنه بالبداية عندي الواحد، فأنا بقدرش أحدد إنه عندي خلص الكود غير إني أشوف الواحد اللي من وراها. هاد self synchronizing كمان نهايتهم صفار، هذا الأفضل طبعا رح يكون نهايتهم كلهم صفار أو 4 واحدات، هاد مش self synchronizing. خلينا نشوف الشرح عليهم. هلأ كود 1 each code word ends with a 1، نهايته واحد. As soon as the decoder observes a 1، بعرف إن نهايتها واحد، شوف الواحد بعرف إن الكلمة عندي خلصت، كود جديد رح يبلش. هذا بنحكي عنه أول إشي self synchronizing، لأنه بنتهي بالواحدات، و instantaneous ليش؟ لأنه مجرد ما شفت الواحد عرفت إنه خلص على طول. هلأ كود 2 ببلش بواحدات، هذا كود 1 بنتهي بواحدات، كود 2 ببلش عندي بنتهي بواحدات ما بدي اياه. كود 2 ستارت بواحدات، ليش؟ لاني انا عشان اعرف ايش الكلمة الموجودة عندي لازم ايش اسوي؟ استنى على بال ما توصل الكلمة الثانية. هذا self synchronizing لأنه أنا بميز من الواحدات، بس ليش؟ لأنه أنا بستنى لأوصل البداية الكلمة الثانية لأحددها. على كود 3 هذا smallest code words،
also كمان instantaneous self-synchronizing. ليش؟ لأن حكينا بنتهي بصفار أو أربع واحدات instantaneous وكمان إيش self-synchronizing. والال برايم حكينا كيف بحسبها؟ حكينا احتمالية ضرب عدد البتس. هلا لو نرجع هون قلت لك ايش الال برايم الها بتحكي لي الـ A ال برايم كود 3 الـ A كم بتحتاج تمثلها؟ واحد ضرب نص زائد اثنان ضرب تمام زائد نعم ضرب ربع زائد أربعة ضرب واحد على ستاش زائد كمان أربعة ضرب واحد على ستاش هاد رح يطلع أصغر من هون لأنه هون عندي خمسة آخر شيء أنا احتاجت أربعة بالتاش حكينا instantaneous self-synchronizing على الكود 4 عندنا مشكلته مش uniquely decodable يعني بقدر اي 2 sets اني اترجمهم لاشياء مختلفه مثلا 1 1 0 1 1 0 0 ممكن تحكي لي هي عبارة عن E و A تمام؟ أو واحد تحكي لي 110 110 تحكي لي 11 هي عبارة عن إيش؟ D 0 1 هي B ون زيرو هي إيش؟ C اوكي فمش يونيكلي ديكودبل كانت هاي عباره عن ايه انت ممكن ترجمها زي هيك واحد ثاني ممكن يترجمها مسج هيك فهذا فالديه دول ثلاث ممتازين فهاي هلا هاد حكينا كلهم سيلف سينكرونايزنج هذول انستنتينيوس سيلف سينكرونايزنج هون وقفت المقارنه طلع الاثنين من المقارنة والأربعة أصلاً طالع من المقارنة بصفي عندي إيش أحسب الـ L prime الـ L prime لا الـ 3 أقل من الـ L prime اللي هي الكود لا واحد معناها الأفضل اللي هو كود 3 هلأ اللي رح الهف من كود بتعطيني كودز الجوريثم بدنا ناخده كيف نعمل ديزاين يعطيني كودز instantaneous decodable minimum average code word length يعني كل الأشياء اللي أنا بديها كويسة موجودة في الهوفمان سورس كودينج الجوريثم الأيديا أن فيها أنه كل ما زيد احتمالية الحدث بخلي عدد البتس اللي بتمثلها أقل بخلي عدد البتس اللي بتمثلها أقل هلأ كيف بدي أشتغل عليها؟ برتب الجدول تاع الاحتمالات من الأصغر من الأعلى للأقل بعدين بصير إيش أجمع فيهم شوف example هون مثلا عندي نفسهم A, B, C, D, E نص ربع 8, 16, 1, 16 كيف بدي أشتغل عليهم؟ برتب من الأعلى للأقل بمسك أقل اثنين وبجمعهم
أمسك أقل اثنين بجمعهم، واحد على 16 واحد على 16 سمعني، بجمعهم زي هيك، بعدين بحكي برجع بتأكد الثمن، برتب مرة ثانية نص وربع ثمن وثمن، برجع هدول الاثنين بجمعهم، صفوا عندي ربع نص وربع ربع بجمعهم للنص، بعدين عندي النص والنص بجمعهم، لازم إيش يصير عندي واحد، هيك خلصتهم. هلأ إيش بعمل؟ بحط على كل واحدة فيهم زي هيك 1 0 1 0 1 0 1 0 اوكي. بعدين بمسك الأصل عندي الشجرة اللي هي الواحد، بحكي الواحد عندي من وين إجت؟ إجتني من النص ونص، النص الأعلى اللي هو هاد للواحد، واحد أنا محدده، وإيش وصلني لوين؟ لإيه، أي النص هاي من الإيه جاي عندي، والنص التالي إيش نحط عليها؟ زيرو، هيها زيرو. على النص التاني كمان مش أصله نص، إيش أصله؟ ربع، ربع الفوق واحد، من وين جاي؟ من البي، والربع الثاني زيرو. على الربع هاي من وين جاي؟ من ثمن وثمن، ثمن ثمن هاي واحد، ومن السي والثمن اللي تحت زيرو، كمان من واحد على 16 وواحد على 16، من واحد على 16 اللي فوق واحد جاي من دي، الواحد على 16 ثانية جاي من الاي زيرو. هلا هيك خلصت شجرتاتي، ببلش بشوف الواحد من الأصل عندي، الاي عشان توصل للجذر هي إيش؟ واحد، بلش من يا يعني من الأصل للفرع أو من هون الأصل، هاي الـ A إيش؟ واحد، أحط عندي هون الـ A واحد، بعدين عندي الـ B، الـ B إيش هي؟ زيرو ون. بعدين عندي السي، السي زيرو زيرو، ولاحظوا كيف نهايتها كلياتهم نفس الرقم زيرو زيرو ون، لاحظوا instantaneous self synchronizing. بعدين عندي الدي زيرو 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 ون، وآخر إشي الإي عندي إيش؟ أربع أصفار. دي عندي أربع أصفار. هاي اللي إحنا حكينا، بعد ما أنا جمعت حطيتهم 001، بعدين برسم الشجرة، الشجرة ساعتي طلع هون أنا حلتها إيش؟ زيرو، منتهوا، ما بتفرق أنا حطيتهم 01 أو 10، طلع أنا حطيتهم 10، كنت هون حطيتهم 01 وطلعوا عندي عكس بعض. هلا المهم بالآخر إيش عندي؟ ال L prime نفسها، بلشت بزيرو ب
انتهيت بواحد أو بلشت بواحدات وانتهيت بزيرو. لألي برايم لازم تطلع نفس الأشياء. أنا ما أجي أحل، أنا أنت حطيت الزيرو فوق أو الواحد فوق ما بتفرق معي، المهم عدد البتس لكل سيمبل يكون متساوي. هلا لحظة، لو نرجع على هاي الشجرة، حكينا ببلش من الجذر، ال A عندي زيرو، ال B ال A زيرو، ال B 1 زيرو، ال C 1 1 زيرو، ال D 1 1 1 زيرو، وال A عندي إيش؟ 1 1 1. في حد عنده سؤال بالنسبة للموضوع؟ هلا نشوف examples على ال Huffman codes. عندي مثلا حكالي هذا الكود، السورس بطلع المسجات من A ل I. الخطوة الأولى حكينا برتبهم تنازلي من أعلى احتمالية لأقل احتمالية. الخطوة الثانية بلش أزمع، طلع 1.03.04، ضلت عندي مرتبين. بعدين عندي 0.09 برفعها للأعلى، بعدين 0.16 ترتفع عندي بتصير للأعلى. هاي بالضبط إذا بدي أشتغل عليها نبلش زي هيك بوينت. Right, 0.36 0.15 0.13 مش محمد واحد هذا يكون 0.11 0.09 0.07 0.01. لا هاي ايش مجموعها؟ 0.04. هذول بنزلوا نفس الشيء. point one three point one one point oh seven point oh five point oh four. هلا point oh four و point oh five تصير point oh nine. طلع كيف بدي ارجع اجمع هذا؟ المهم عندي point three six قولتيها هاي السنة 0.36 0.15 0.11 هاي رح تطلع هون 0.09 0.07 هاي 16 رح تطلع وين؟ فوق 0.36 0.16 0.15 0.11 على 11 و15 26 0.36 بعدين عندي هون 0.26 وهاي 0.16. نرجع نجمع لحد ما أخلص للآخر. بس أخلص جمع عندنا إيش بعمل؟ حكينا بسميهم 0110 زي ما بدي. هاي هون 0 1 0 1 0 1 0 1. برجع أرسم شجرتي اللي هي بكون إيش المجموع عندي هون؟ 1. فرحها 0 1 وبعمل اي كودينج. على مثلا من الانتروبي لهذا السورس، الانتروبي حكينا اللي هي عبارة عن ايش؟ ال P ضرب الانفورميشن كونتنتس الموجودة عنا. هلا هاي الارقام مش باور اوف 2، رح اضطر اني استخدم الآلة الحاسبة اللي هي لوج اكس على
لين الاثنين بحسب بطلع معي 2.5 5. هذا هو الانتروبي، اقل شيء ممكن احصله، اقل شيء ممكن احصله عندي اللي هو الانتروبي، اقل البرايم ممكن احصلها اللي هي الانتروبي. هلا لو ننتبه على هذا الاكزامبل، اول شيء رتب 0.04 و0.05 صارت عندي 0.09، رحت وين طلعتها؟ بعد 10 طلعت فوق العشرة، وهدول نزلوا لتحت. هلا 6 و7 13، بدها تطلع 13 عندي وين؟ ده الأعلى. هلا 9 و10 19 بدها تطلع فوق، 10 و13 23 بتطلع فوق 19، 18 و19 37 بتنزل، 23 لتحت وهذه تطلع فوق، الآخر عندي المجموع واحد. بعدين إيش بسوي حكينا؟ حدهم 0101، هاي 0101 زادهم على طول، أو تدرى إنه من الشجرة. هاي هو الجواب. هلا في حد عنده سؤال؟ في حد عنده سؤال؟ طيب بكرة إن شاء الله بنكمل على الهف من كود، وبكون رح أنزل لكم إن شاء الله كمان اليوم فيديوهات عن الهف من كود عشان إذا حدا عنده سؤال. هندسة تفضلي. أنا بفكر الليرنينج عشان أفتح الفيديوهات الموجودة على التيمز المسجلة، ما عم يفتحوا معي. ما حكت لي، تواصلت معي امبارح نشرة كأنه طالبة من البنات، عشان هيك عملت لكم لهم داونلود ونزلت لكم اياهم على الاي ليرنينج. تمام. هلا مشكلة بالتيمز ما بفتح؟ ليه ما بفتح؟ امتى جربتي؟ هلا يعني هلا انا عم بسجل فيه ما عم يفتح. من الاي ليرنينج على اليوتيوب؟ بالضبط. لا هو ما بفتح يوتيوب، يعني بكبس على اللينك بطلع صفحة. لا اسمعي، بعرف بعرف. هلا تعال، انا ارجع، حكت لي بنت امبارح وصلت معي يوم الجمعه، قالت لي في عندي هاي المشكله، رحت نزلت لكم اياهم على اليوتيوب ونزلت لكم على الاي ليرنينج. فهمتي علي؟ يعني التسجيل هذا رجعت نزلت لكم اياه على اليوتيوب وعلى الاي ليرنينج. تمام. هلا كيف افتح من اليوتيوب؟ يعني شو اكتب على جوجل عشان يفتح او على اليوتيوب؟ ولا تكتبي شيء، انا حاطت لك اللينك، دقيقه شوي. تمام. هلا هاي صفحتكم صح؟ صح. هلا هون امبارح هاي هم هدول. تمام. هاي المحاضرات اللي هاي هم فتحت لك على اليوتيوب، شايفة؟ تمام. فهمت علي؟ انا هدول اصلا شايفة محاضرة التيمز، كان في ناس مش عارفة ايش السبب، يعني عندهم مشكلة بالتيمز، تواصلت معي بنات، رجعت نزلت لكم اياها، مش عارفه ايش المشكله، يعني المفروض هاي عند كم حدا مش عند الكل. تمام هندسه، شكرا لك. هلا حبيبي، في حد ثاني عنده سؤال شيء عن الامتحان؟ في شيء مش واضح؟ طيب بكره ان شاء الله بنخلص بهذا الموضوع، اذا في حد عنده اسئله بالنسبه للامتحان كنتوا مجهزين حالكم. اوكي، يعطيكم العافية.